الثانية. اللاعب محمد وعد على يسار حارس المرمى، الحارس ابراهيم نطف الله، محاولة لمصلحة العنابي، مين ممكن ان يتقدم؟ كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، راسية، يرتقي يرتقي امام الكل ويضرب في النسخة الأولى. خالد بلان هو من فاز بجائزة أفضل لاعب، كرة لمصلحة المنتخب البحريني، عرضية داخل منطقة الجزاء، يأتي التعديل بكرة من كوميل الأسود. كوميل الأسود يشعل بخبرة أوروبا في مواجهة خبرة لاعب قادم من كأس العالم، وهو يسجل عبد الله ويعطي التقدم للبحرين.